بيجي لك الويند لود عندك كده بالمنظر ده على الجنب بتاع المسألة، تمام؟ طيب انت بعد كده المفروض بتعمل ايه؟ المفروض الويند لود اللي جاي لك ده على البيلدنج تطلع نصيب كل فريم. يعني ايه تطلع نصيب كل فريم؟ يعني تطلع تقول والله كل فريم هياخد قد ايه من الويند لود، بياخد بنسبة ايه؟ بياخد بنسبة الشير ريجيديتي او الجي اي، تمام كده؟ عندك قانون، سواء المسألة بتاعتك سيمتريك سواء المسألة ان سيمتريك، لو بصيت على فريم زي ده هتلاقي الفريم اللي هو فريم 4 ده مش زي فريم 3، تمام؟ وفريم 3 مش زي فريم 2. فانت معنى كده ان المسألة دي اصلا البلان ده لو انت بتشتغل في اتجاه اكس، لو الفريمات بتاعتك في اتجاه اكس، تمام، البلان ده ان سيمتريك، تمام؟ فانت مفروض كده مبدئيا كنت بتحسب للبلان ده سي جي، تمام، وبناء عليه الويند لود اللي جاي لك في نص المبنى، تمام، هيلف حوالين السي جي دوت، هيبقى فيه زي تورشن كده حوالين السي جي ده. ليه؟ عشان الفريم اللي هو 3 ده مش زي فريم 2. فانت لما تيجي تشتغل على بلان زي ده كده هتستخدم القانون الانسيمتريك اللي هو كيو في جي اي على سيجما جي اي بلس اور ماينس كيو في الاي في الجي اي في السي على سيجما جي اي في السي سكوير، تمام؟ عشان تعمل ايه؟ عشان تطلع اللود على الفريم بالمنظر ده كده، عشان تطلع اللود على الفريم بالمنظر ده كده. تطلع اللود على الفريم بالمنظر ده، تمام؟ كل فريم المفروض ياخد نصيبه من الويند لود اللي جاي لك، الويند لود اللي موجود في الدور، بحيث لما انت مثلا سي لو الويند لود اللي موجود في الدور مثلا 8 طن، لو جمعت الفرصة على الفريم دوت زائد الفرصة على الفريم التاني زائد الفرصة على الفريم التالت ان سو اون، تمام، يجمعوا لك كلهم التوتال لود اللي موجود، يبقى هو التوتال لود اللي موجود في الدور اللي هم ال 8 طن، وهكذا في كل دور بقى، فاهم؟ وهكذا في كل دور، بحيث في الاخر لما اجي اجمع اللودز تبقى هي اللود اللي موجوده في الدور. بس انا هدف ان انا اطلع نصيب الفريم نفسه، بطلعه باستخدام قانون ايه؟ باستخدام قانون الكيو ده. لو فريم سيمتريك بتقول القوه اللي موجوده او الشير اللي موجود في الجي اي على سيجما الجي اي، لو الفريم ان سيمتريك بيبقى بلس اور ماينس الكيو في الاي في الجي اي في السي على سيجما جي اي في سي سكوير. الهدف ان انت تطلع الفورسز اللي موجوده على الفريم بالمنظر ده كده. ممكن ابقى اعمل لكم سيكشن تاني برضه اشرح فيه الكلام ده اللي هو السيكشن التاني، ممكن ابقى اعمله اونلاين برضه للناس اللي ما حضرتش وارفعه لو ربنا ييسر الامور يعني. يبقى كتر خير. تمام. شكرا. النهارده بقى الجزء التاني من المسألة بتيجي 3 أو 4 مطالب. ممكن يجي يقول لك احسب الويند لود، وبعد ما تحسب الويند لود وزع الويند لود على الفريمات، وبعد كده امسك فريم فريم ارسم له البيندنج مومنت. هي الخطوة اللي تعتبر الجزء بقى اللي هو دوت النهاردة اللي احنا عايزين نقوله، هو ان ازاي ارسم البندنج مومنت على الفريم. قال لك عندك طريقتين، طريقة البورتال فريم ميثود وطريقة الكانتليفر ميثود. طيب ايه طريقة البورتال فريم ديت؟ بنعمل ايه في البورتال فريم؟ قال لك والله في البورتال فريم باجي اعمل ايه؟ اجي بفترض ان في انترميديت هنجز في نص كل عمود، انترميديت ينجز بالانظر ده كده نص كل عمود عندك وفي نص كل كمر بالمنظر ده كده، هعمل ايه بالانترميديت هينجز ديت؟ قال لك والله الانترميديت هينجز دي هتمكنك ان انت اي دور انت عايزه تقوم قاطعه بالمنظر ده كده، تقطع الدور اللي انت عايزه بالمنظر ده، تمام؟ طب عشان اعمل ايه يعني اما اقطع الدور بالمنظر ده كده، ايه اللي هيحصل؟ عاوز اعمل ايه يعني؟ قال لك والله الفرصه اللي انت هتكون جبتها على الفريم ديت، تمام، هيتولد منها رياكشنز هوريزونتال نتيجه ان انت قطعت عند الانترميديت هينج. طيب هيبقى عباره عن ايه الرياكشنز؟ قال لك والله كل الرياكشنز هيبقى الحته الباكيه اللي هو شايلها، تمام. يعني ايه؟ يعني والله لما اجي اتكلم اقول انا عايز اجيب الفورس اللي اسمها اتش 1 ديت، هتبقى عباره عن ايه؟ هتبقى عباره عن التوتال هوريزونتال لود اللي موجود في الدور، اللي هو لو انت قاطع في الدور الاخير هيبقى اف ان. طب لو قاطع في الدور قبل الاخير كده، لو قطعت في الدور ده
قبل الاخير لو عايز اجيب الانترنال فورسز في العمود اللي هو اللي في الدور الثالث ده، يعني هيبقى كان هيبقى الهورزونتال فورس عباره عن ايه؟ كانت هتبقى عباره عن اف ان زائد الفورس اللي تحتيها اللي هي اف 4 مثلا. لو كانت دي اف ان دي اسمها اف 5 يبقى اف 5 زائد اف 4. طب لو قطعت في الدور الثالث هيبقى التوتال هورزونتال فورس عباره عن ايه؟ تبقى عباره عن اف 3 زائد اف 4 زائد اف 5. هنسيبها ازاي يعني؟ والله البحر ده شايل نص الباكيه ديت، نص ال واحد، تمام؟ القانون اهو عندك نص ال واحد على السمشن اللي هو ال واحد زائد ال اتنين زائد ال تلاته زائد ال اربعه، يبقى اتش واحد دي خدت نسبتها، تمام يا شباب؟ مهندسين ده سمع تمام يا هندسه. طيب بعد كده لما اجي اتكلم على ال اتش اتنين عباره عن ايه؟ عباره برضه عن ال عن تو سنتر تو سنتر للمسافات بتاعتها، عباره عن ايه؟ هتاخد نص ال ال واحد من على شمالك ونص ال ال يمين، نص ال اتنين على يمينك على السمشن اللي هو مجموع ال الات كلها. طب اتش تلاته نفس الكلام، هتاخد الحته بتاعتك اللي هي ايه؟ اللي هي المسافه اللي هي نص ال اتنين ونص ال تلاته على مجموع ال الات. بنسب الفرصة عن طريق الـ to center to center المسافات اللي هي شايلاها، تمام؟ عشان اجيب كل الـ horizontal force اللي انت في المكان اللي انت قطعت فيه. طب بالنسبة للـ vertical reactions هتجيبهم ازاي؟ قال لك والله طريقة البورتال بتقول لك ان كل الـ vertical reactions للـ internal columns بزيرو، تمام؟ ما عدا الـ external reactions بتاع العمودين الخارجيين. والله عندك مومنت بيلف كده في الاتجاه ده، تمام؟ فطبيعي ان الرياكشنز هيكونوا بيلفوا ازاي؟ انتي كلوك وايز، عشان المومنت عندك اللي جاي لك من الفورس دي اللي هي الاف ان بيلف ازاي؟ بيلف كلوك كده زي ما انت شايف كده. فالرياكشن اللي هم واي واحد وواي اتنين هتلاقيهم ايه؟ هتلاقيهم دايما انتي كلوك وايز، الا لو الفورس كانت جايه لك كده، يعني الا لو الفورس كانت جايه لك من ناحيه اليمين، فكان كل الهورزونتال رياكشنز دولك كان هيبقوا ايه؟ كان هيبقوا بيبصوا ناحيه الشمال، تمام؟ والتو رياكشنز الفيرتيكال كان هيلفوا العكس، فاهم؟ يعني ده مش هي كده يعني، لا ده الفور ده الرياكشنز جم احنا رسمينهم بالمنظر ده عشان الفورس جاي لك ايه؟ الفورس جاي لك من ناحيه الشمال. لو كنت الفورس جاي من ناحيه اليمين كان المنظر هيختلف تماما، ميرور يعني الشكل، تمام؟ ادي بالنسبه القانون بتاع ال H1 والقانون بتاع ال H2 و H3 و H4 ماشيين على نفس الرولز، يعني ماشيين على نفس الرول ديت، والرياكشن الخارجي هيبقى شايل نص ال L5 على سيجما ال L او نص ال L4 على سيجما ال L. والطريقه دي بنستعملها عشان احل اي دور انا عايزه من قطعه واحده. ازاي يعني؟ لو انا عايز مثلا عايز احل الدور ده مثلا، عايز احل اللي هو الاول فلور، هنعمل ايه؟ هاخد قطعه قبليه، هاخد قطعه قبل الدور، تمام؟ ليه؟ عشان اجيب الرياكشنز اللي في النص اللي فوق من الدور، اللي هو النص ده كده، اللي هو النص ده، النص اللي هو اللي تحت دوت، اللي هو ده كده، اللي هم دول كده، اللي هم الاعمده دي، تمام؟ وبعد كده اقوم واخد قطعه تحت الدور اللي انا عايزه، تحت السقف اللي انا عايزه كده بالمنظر ده كده، تمام؟ ليه؟ عشان اجيب نص الاعمده التاني اللي هم النص الاعمده دول كده. ليه؟ عشان لما اجي ارسم المومنت ارسمه بالمنظر ده كده، ارسم المومنت اجي اقول والله عايز ارسم المومنت، اقوم جاي رسم نص الاعمده اللي تحت كده، نرسم المومنت على نص الاعمده اللي تحت كده بالمنظر ده كده من القطعه اللي تحت، ورسم المومنت على نص الأعمدة اللي فوق من القطعة اللي فوق اللي هي بالمنظر ده كده. عشان لما أجي أرسم مومنت على الدور أرسم إيه؟ النص اللي تحت والنص اللي فوق، فاهم؟ وهنشوف الكلام ده في إكزامبل يعني كمان شوية. ده بالنسبة للبورتال فريم ميثود، تمام؟ الطريقه الثانيه بقى اللي هي اصعب شويه طبعا، وده ازاي تجيب الواي، ازاي تجيب الواي؟ بتاخد سيجما المومنت في اي مكان، تاخد سيجما المومنت هنا مثلا، تمام؟ تقول ان الفورس بتاعتك في ارتفاع اللي هو نص الدور اللي انت واخده اللي هو اتش على الاثنين هتساوي الواي في المسافه كلها في التوتال لينث، تمام؟
الفورس بتاعتك في نص ارتفاع الدور، لان انت القطعه اللي انت قطعتها كانت على ارتفاع ايه؟ كانت على ارتفاع اتش على الاثنين، تمام؟ عشان قطعت في نص الدور، بتساوي الرياكشن بتاعك في المسافه كلها في التوتال لينس عشان تجيب الواي، تمام؟ وطبعا دي الاسامبشنز بتاعت البورتال فريم، ان انت بتحط انترميديت هينج في نص الاسبان بتاع البيمز ونص الاسبان بتاع الكولوم، وان الانترنال رياكشنز او الاكسيال فورس في الاعمده الداخليه كلها زيرو، وان الاكستيريال كولومز فيها واي واحد وواي اتنين، وان انت عندك الطريقه دي تقدر تحل بيها اي دور. والطريقه دي بتقول لك ان الشير في البيمز كونستانت، هنشوف دلوقتي لما تيجي تحل، تمام؟ ده بالنسبه للبورتال فريم ميثود. الطريقه الثانيه بقى اللي عندك الاصعب شويه اللي هي الكانتليفر، تمام؟ الكانتليفر بقى الموضوع فيها مختلف. ليه؟ لان انا لازم ابقى عارف قطاعات الاعمده، لازم ابقى عارف قطاع كل عمود في الفريم شكله عامل ازاي، علشان خاطر بناء على الاعمده بتاعتي لازم احدد سيجي الفريم، لازم اجيب سيجي الفريم اللي هو اكس بار بالنسبه لك، تمام كده؟ اجيب ازاي سيجي الفريم؟ بتاخد ديتم طبعا زي ما انت عارف، وبناء عليه بتبتدي تقول والله بالديتم ده هحسب كل اريه كل عمود واضربها في مسافه بعدها عن الديتم، تمام؟ قلنا انا عايز احسب اكس بار، هتجيب الاريا بتاعت الكولوم سيجما الاريا في المسافه اللي اسمها اكس على سيجما الاريا. ليه؟ عشان احدد سي جي الفريم، تمام؟ وبناء عليه المومنت اللي انت حسبناه من شويه ده اللي هو كان عباره عن الفورس في نص ارتفاع الدور، هيبقى عندك عزم اسمه الاف في اتش على الاثنين. طب لو كان عندي دورين هيبقى عندك فورس مضروبه في دور ونص، والفورس اللي بعدها تبقى مضروبه في نص دور، لان انت برضه هتحط انترميديت هينجز في نص في نص الكولومز، تمام؟ ادي كده معاك المومنت. المومنت بيلف فين؟ بيلف حوالين سي جي الفريم. اللي هنجيبه ازاي؟ هجيبه باستخدام الاريا، سيجما الاريا في الاكس على سيجما الاريا. والمومنت بتاعي لو انا بحل اخر دور هتبقى الفورس في اتش على الاثنين، لو انا بحل الدور قبل الاخير هيبقى فورس في واحد ونص الاتش زائد فورس في نص الاتش اند سو اون يعني. تمام يا هندسة؟ تمام. الناس اللي نايمة بس لو مثال قول يا هندسة، قول يا هندسة. بقول الواحد حاسس انه تايه، لو مثال يا ريت. ايوه، ما انا هخش على مثال دلوقتي، بس انا بفهمك الرول نفسها عامله ازاي، ما انا مش عايز ادخلك في الموضوع كده مره واحده تحس تقول ايه العالم دوت يعني، فاهم؟ انا هحل لك مثال دلوقتي، بس انا بفهمك الرول نفسها عباره عن ايه، فاهم؟ طيب، وبناء على ان السي جي بتاع الفريم ده هتبتدي تحدد الرياكشنز الفيرتيكال بتاعتك، تمام؟ الرياكشن طبعا حوالين سي جي الفريم، بما ان الفريم عندك بيلف كلوك وايز، فالرياكشنز على شمال سي جي الفريم هتبقى بتلف لتحت، والرياكشنز على يمين سي جي الفريم هتبقى بتلف لفوق، تمام؟ طب افرض سي جي، افرض العمودين دولت زي العمودين التانيين، والعمود ده في النص، والاريا بتاعت الكولومز ديت زي الاريا بتاعت الكولومز اللي الناحيه التانيه، كان هيجي لك سي جي الفريم في النص، تمام؟ وكان هيبقى عندك رياكشنين نازلين الناحية التانية ورياكشنين طالعين، والعمود اللي هيعدي على سي جي الفريم مش هيبقى فيه عليه رياكشن، تمام؟ يعني احنا جايبين الشكل irregular كده عشان تبقى انت فاهم القصة ماشية ازاي. طب افرض المسافتين دول قد المسافتين دولت، وقطعين العمودين دولت زي قطعين العمودين دول، كان هيبقى سي جي الفريم جاي لك في النص، والرياكشنات اتنين نازل واتنين طالع، والدنيا جميلة، تمام ولا ايه؟ تمام. ربنا يستر. طيب، بناء على السي جي الفريم بتبتدي تحدد مسافاتك. مسافتك اللي هي ايه؟ مسافتك اللي هي بعد الكولوم عن سي جي الفريم، سي واحد وسي اتنين وهكذا، وسي تلاتة وسي اربعة وسي خمسة. هستعملهم في السيهات دولت، هستعملهم في ان انا هحسب رول او حاجه اسمها اي. الاي دي، الاي دي هي عباره عن اريه الكولوم في السي سكوير، اريه الكولوم في المسافه في سي سكوير، هتجمعهم اريه واحد في سي واحد سكوير، واريه اتنين في سي اتنين سكوير، اند سو اون. ليه؟ عشان هيبقى عندي الاستريس، المومنت
على الاي اللي انت جبتها، الاي اللي هي اللي انت لسه سيادتك جايبها اللي هي دي كده، تمام؟ في السي، المسافة اللي اسمها سي. كل عمود هيبقى عليه ستريس، عبارة عن ايه؟ عبارة عن المومنت على التوتال اي اللي انت حسبتها، اضربها في المسافة سي بتاعته. سيجما واحد هتبقى عبارة عن المومنت على الاي في سي واحد، السيجما على العمود التاني هتبقى عبارة عن المومنت على الاي في السي اتنين، وهكذا. طب بعد كده جبت الاستريس، لو عايز اجيب الفورس نفسها بقى اللي اسمها الواي، اضرب الاستريس في اريه الكولوم، اضرب الاستريس اللي سيادتك لسه جايبه، اضربه في اريه الكولوم، تجيب الواي، تجيب الرياكشن الواي. طب بالنسبه للرياكشن اللي اسمه اتش الجميل ده، الاتش ده ملوش قانون تجيبه بيه، الاتش ده ملوش قانون تجيبه بيه. امال هتجيبه ازاي؟ طيب مش هتعرف تجيب الاتش دي غير لما تعمل اتزان للجوينت. يعني ايه اتزان للجوينت؟ يعني تقطع الحته دي كده، تقطع الحته الجميله دي كده وتعمل اتزان. هتقول عندك، تاخد سيجما المومنت هنا، نتيجه القطعه اللي انت قطعتها دي هيتولد عندك رياكشن كده جوه كده في الحته دي، تولد عندك رياكشن كده جوه هنا كده، تولد عندك رياكشن جوه كده، ورياكشن فيرتيكال كان نتيجه القطعه اللي انت قطعتها دي. هنعمل ايه عشان اجيب الكلام دوت؟ تمام، هتاخد سيجما الواي مبدئيا، هتكون انت جبت الرياكشن ده، تجيب الرياكشن التاني. بعد كده تاخد سيجما المومنت عند البوينت دي، تجيب الرياكشن اللي هو الفيرتيكال الهوريزونتال اسف اللي هنا ده كده، ومنه تجي تاخد سيجما الاتش، تجيب الرياكشن اللي هو الاتش واحد. دي سكتك علشان تجيب ايه؟ علشان تجيب الرياكشنز اللي جوه اللي هنا دول، عشان لو عايز ترسم النورمال او الشير على البيم تعرف ترسمه. تمام، طيب تعالى بقى نشوف اكزامبل وازاي نطبق على الطريقتين دي. طبعا الاسامبشنز بتاعت الكانتليفر انترميديت هينجز في الميد سبان، والاكسيال فورس بتتناسب مع مسافه بعد العمود عن سيجل فريم، وان الطريقه دي ما قدامكش غير ان انت عشان توصل مثلا للفلور الاول، لتوصل للدور الاولاني لازم تمسك دور تحله. يعني ايه؟ يعني لازم تقطع في الدور ده كده الاول، بعد كده تقطع في الفلور اللي بعده بالمنظر ده كده، بعد كده تقطع في الفلور اللي بعده بالمنظر ده كده. لازم تمسك تحل دور، يعني عشان توصل للدور الاولاني لازم تحل كل الادوار اللي فوق الاول. فطبعا الكانتليفر ميثود دي لو جات لك ممكن يقول لك مثلا حل لي الدور الاخير، او بكتير او الدور قبل الاخير، يعني مش هنمشيك لحد تحت خالص يعني، فاهم؟ انما طبعا البورتال ممكن اجي اقول لك ايه، ممكن اقول لك هات لي الرياكشنز في الدور الاول، فتبقى عارف انك هتعمل ايه، تبقى عارف انك هتعمل قطعتين، قطعه فوق الدور لو انا بستعمل البورتال، هقطع قطعه فوق الدور بالمنظر ده كده، بالمنظر ده هقطع قطعه فوق الدور بالمنظر ده كده فوق التاني لو انا بستعمل البورتال، وهقطع قطعه تانيه تحت الدور بالمنظر ده كده، هقطع القطعتين دول بالمنظر ده، عشان لو انا عايز الدور ده كده ابقى قطعت فوقيه، جبت الرياكشنز في النص اللي فوق الدور، وجبت الرياكشنز في النص اللي تحت الدور، عشان لما نيجي نرسم الدور كامل نعرف نرسمه. الناس اللي نامت مني. لا يا باشمهندس حضرتك. طيب اتمنى والله انك تكونوا صحيين. تمام؟ تمام. طيب تعالى بص كده سيادتك بقى، ادي اكزامبل. تمام، دول فريمين من اللي احنا حليناهم الاسبوع اللي فات. تمام كده، ادي الفريم رقم واحد وادي الفريم رقم اتنين، دي الفورسز اللي انت بتجيبها على الفريم في الادوار. تمام كده، وجينا قلنا والله عايزك تحل لي الدور الثاني، عايزك تحل لي الدور الثاني بالكانتليفر، وعايزك تحل لي الدور الرابع بالكانتليفر، الدور ده بالكانتليفر. تمام، او ممكن نحل الخامس والخامس زيه زي الرابع يعني، فاهم؟ بعد كده هقول لك الرابع تعمل ايه، تكمل انت الستبس دي يعني، وانا هبقى انزلها لك كامله يعني. تمام، طيب هنعمل ايه عشان احل البورتال؟ هعمل ايه عشان احل الدور التاني ده؟ الدور التاني ده عشان احله انا عايز الدور الجميل اللي هو الدور ده كده، الدور ده انا عايزه، عايز احله بالبورتال. هنعمل ايه؟
هنعمل نفس القطعتين. اول قطعه هعمل ايه سيادتك؟ اول قطعه هقطع قطعه فوق الدور. يعني ايه؟ يعني هقطع قطعه كده بالمنظر ده كده، تمام. والقطعه الثانيه اللي هقطعها هتبقى تحت الدور. يعني ايه؟ يعني هقطع القطعه الثانيه بالمنظر ده كده. هستفيد ايه بالكلام ده؟ القطعه اللي فوق الدور الهدف منها ان اجيب الرياكشنز، عشان لو عايز ارسم المومنت ارسمه بالمنظر ده كده، اجيب الرياكشنز اللي فوق الدور عشان ارسم نص المومنت اللي فوق الدور اللي هو ده، تمام. والقطعه الثانيه عشان اجيب الرياكشنز اللي تحت عشان ارسم منها المومنت اللي هيبقى تحت نص الدور اللي هو بالمنظر ده كده. تمام. وطبعا البيمز هتبقى المومنت عليها كروسز كده بالمنظر ده. هو ده اللي انا عايز اعمله، الحته دي كده هي اللي انا عايز اعملها، الحته دي كده. الحته دي كده هي اللي انا عايزها. تمام. طيب هنعمل ايه عشان اجيب الكلام ده؟ مبدئيا كده زي ما قلت لك هنقطع اول قطعه اهي بالمنظر ده، فيها الواحد 45 الاثنين 16 والاثنين 15 وقاطع في نص الدور. ارتفاع الدور كان 4 متر، يبقى انت عندك اول دور 4 ثاني دور 4 والدور اللي انت قطعت فيه خدت نص الدور اللي هما الاثنين متر بس، تمام. نتيجة أول قطعة اتولد عندي reactions اتش واحد و اتش اتنين و اتش تلاتة و اتش أربعة، ومفيش عندي غير reaction verticals اللي هما ايه؟ اللي هما واي واحد و واي اتنين، ومرسومين عكس عشان المومنت اللي هيجي لك نتيجة الفورسز دي كله هيبقى مع عقارب الساعة. تمام يا هندس؟ تمام. طيب بص كده، هتجيب الاتش واحد ازاي؟ هتقول والله كل الاتش واحد شايله الحته دي كده. بص كده الاتش واحد شايله الحته دي، ليه شايله نص المسافه دي؟ المسافه كانت عندك كانت 6 و7 و6، فالمسافه دي هتبقى الاتش واحد شايله كل الفورسز دي مضروبه في 3 ومقسومه على 6 زائد 7 زائد 6. تمام. تمام. طيب ال H2، ال H2 شايله الحته دي كده، عباره عن ايه الحته دي؟ عباره عن نص الستة، ستة ونص كده، نص السبعة ونص السبعة. ال H3 شايله دي كده، وال H4 شايله دي اخر حته اللي هي ايه؟ اللي هي ديت، اللي هي الحته دي. حد عنده مشكله في الكلام ده يا جماعه؟ هندسه ما فيش ليه تشد في انا بقوله ده، يعني في حاجات ما فيش ايه؟ ما فيش ليه ويات عند الاتش 2 واتش 3، ما عشان احنا قايلين ان طريقه البورتال بتقول ان كل الرياكشنات الداخليه بالفيرتيكال رياكشنز في الاعمده الداخليه بزيرو. ده كده الفرض، ده انا فرض الطريقه بتاعتي ان كل الرياكشنز دول بزيرو مش موجودين، مفيش غير الرياكشنات الخارجيه. لو رجعت كده للكلام اللي احنا قلناه في البورتال قايلين ايه؟ قايلين ان كل الانتيرير كولومز هاف نو اكسيال فورس. ده فرض الطريقه. يعني انا ما عنديش في البورتال غير فين؟ غير الواي واحد والواي اتنين اللي هما اللي بره. تمام؟ تمام. طيب هبتدي احسب، هقول والله ادي اول حاجة دي الاتش واحد، عندك ايه؟ عندك الفورسز، تمام؟ مضروبة في ستة على الاتنين مقسومة على الستة زائد سبعة زائد ستة،
وعندك بعد كده ال H2 الفورس بقى اوتوماتيك جمع الثلاثة دول هم 5.76. ال H2 شايلة ايه؟ شايلة 6 على ال 2 زائد 7 على ال 2 على ال 6 زائد 7 زائد 6. تجيب ال H1، وطبعا بما ان المسافات زي بعض فال H1 بتساوي مين؟ بتساوي ال H4، وال H2 بتساوي ال H3. ليه؟ عشان مسافتك شمالك زي يمينك. فانت عندك H2 هتطلع بتساوي H3 و H1 هتطلع بتساوي H4. طب الواي اجيبها ازاي يا هندسة؟ قول. مش هيحصل في الامتحان انه يبقى سيمتريك يعني. ممكن تيجي اي مسافات، ممكن تبقى 6 زائد 7 زائد 5. تمام. وممكن وممكن مسافات يبقوا زي بعض، ممكن يبقوا 3 6 مثلا، فاهم؟ تمام. ممكن تيجي اي حاجه، فاهم؟ تمام. المسافات ممكن تيجي اي حاجه. يعني مش شرط 6 و7 و6، ممكن مثلا 6 و7 و5. فممكن مثلا يجوا زي المسألة دي كده، مثلا تلاقي عندك المسافات بتاعت الكولومز كانت المسافات بتاعت الكولومز مثلا كلهم زي بعض 4 في 6. فلو انت بتطبق مثلا على فريم واحد ده طريقة البورتال، هتلاقي انت عندك المسافة دي بستة ودي بستة ودي بستة ودي بستة، فاهم؟ بس انت الفريم ده كان عندك بقى دول تلاتة يعني، فاهم؟ دول تلاتة يعني، انت عندك الحتة دي كده هتبقى 6 في 1، وكل حتة فيهم 6 في 1.5، عشان الأعمدة كانت هنا، الأعمدة كانت في الحتة دي كده. فانت عندك كل مسافة من المسافات دي 8 يعني بالمختصر، يعني بما ان ده 24 يعني، لان انت بتقيس المسافات بين الأعمدة، فاهم؟ ولو انت مثلا عندك الفريم ده، يبقى الفريم ده فيه 3 أعمدة بس، فانت يبقى الفريم ده عندك سبانين، كل سبان فيهم ب12 لو فريم 3، فاهم؟ لان انت بتشوف اماكن الأعمدة فين، فاهم؟ فاهم حاجة ولا ايه؟ تمام تمام مع حضرتك يا باشا. طيب ربنا يستر يا رب. طيب تبتدي بقى تشوف، تبتدي حسبت ال H1 وال H2 وال H3 وال H4. ال H1 هتساوي عندك ايه؟ هتساوي عندك ال H4. وال H2 هتساوي مين؟ هتساوي عندك ال H3، تمام كده؟ وطبعا من سيجما المومنت هتاخد سيجما المومنت يا هنا يا هنا، تمام؟ عشان تطير واحدة فيهم، هتقول كل الفورس دي في 2 متر، والفورس دي في 6 متر، والفورس دي في 10 متر، بتساوي الواي بتاعتك في المسافة في السيجما ال ال اي فورس، كل فورس في مسافتها بتساوي الرياكشن في التوتال لينس بتاعته، التوتال سبان بتاع الفريم. اجيب الرياكشن، يبقى انت كده خلصت ايه؟ خلصت من كل الرياكشنز اللي فوق الدور، اللي هما النص اللي فوق الدور ده، النص اللي فوق الدور التاني، تمام؟ عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل القطعه التانيه بقى، اللي هي اللي تحت الدور، عشان اجيب الرياكشنز اللي تحت الدور اللي هما دول كده، القطعه التانيه، عشان اجيب الرياكشنز اللي هما ايه؟ اللي هما اللي ناقصيني بقى، اللي هما اللي تحت الدور. هتسميهم برضو بنفس السيكونس يعني، بنفس التسلسل. هتمشي H5 H6 H7 H8، تمام؟ والوايات هتبقى واي 3 واي 4. هتعمل ايه سيادتك؟ نفس الكونسيبت، هتقول والله كل رياكشن شايل المسافة بتاعته من الفورس اهو، وانت شغال بنفس السيكونس. كل رياكشن شايل باكيتو، يجي سيادتك لاخر باكيتو. كل رياكشن شايل الباكية بتاعته من مجموع الفورسز بره، تجمع دول كده هيطلعوا عندك ب7.93، تمام؟ هتعمل ايه؟
هتقول والله اول رياكشن عندي بيساوي ال 7.93 دي في الثلاثة على مجموع المسافات اللي هم ال 19 اللي هم 6 زائد 7 زائد 6 اتش 5. اوتوماتيك اتش 5 عندك هيساوي مين؟ هيساوي مين يا ابني؟ حد يرد عليا. اتش 8 زي الفل. و اتش 6 تساوي اوتوماتيك اتش 7. اتش 6 تبقى هي تبقى نفس الفورس اللي هي ال 7.93 مضروبة في 6.5 اللي هم 3 زائد 3.5 على 19. تمام؟ تمام. طيب تمام. الوايات طبعا زي ما قلنا البورتال، طريقة البورتال فريم بتقول لك ان كل الوايات الداخلية اللي في العمود ايه؟ بصفار. فانت ما فيش عندك غير الوايات اللي في العمود الأعمدة الخارجية. هتعمل ايه؟ هتقول سيجما المومنت يا عند واي 3 يا عند واي 4. تمام؟ وبناء عليها هتبقى عندك 2.17 فورس 2.17 في 2 متر، 2.15 في 6، 2.16 في 10، 1.45 في عندك 14 بتساوي الواي 3 في المسافه او الواي 4 في نفس المسافه، سواء خدت المومنت هنا او خدت المومنت هنا حسبتك واحده. واللي هيختلف ان انت يا اما تجيب واي 3 يا اما تجيب واي 4 اللي هم اصلا الاثنين زي بعض. تمام كده الرياكشنات تحت الدور جاهزه معاك والرياكشنات فوق الدور كمان جاهزه معاك. بس خد بالك من حاجه، انت لما قطعت فوق الدور، لما قطعت فوق الدور كانت الرياكشنات كده. تمام. طب لو احنا لو انا كنت ركبت الحته اللي تحت الدور، لو انا كنت عايز اكمل بقيه الرسمه بتاعتي، يعني كنت ركبت الحته اللي تحت الدور دي كده، كنت عايز اكمل بقيه الرسمه بتاعتي كده بالمنظر ده، كانت الرياكشنات اللي انت جبتها دي لو انت عايز ترسم الرسمه اللي تحت دي عشان تكمل بقيه الرسمه بتاعتك، كانت الرياكشنات اللي انت جبتها فوق دي كانت هتبقى تظهر ازاي؟ معكوسه بالمنظر ده كده زي ما انت شايف. بص كده دول، بص الرياكشنات اللي انا حسبتها اللي هي ال H1 وال H2 كانوا كده. لما انا ارسم بقيه الرسمه المفروض يظهروا ازاي؟ المفروض يظهروا العكس بالمنظر ده كده، عشان لما تيجي تقفل انترميديت هنج تعمل ايه؟ الرياكشنات اللي انت جبتها يرجعوا مقفلين مع بعض صفار. الحته اللي فوق الدور هي اللي انا ايه؟ هي اللي انا عكستها اللي هي ايه؟ اللي هي تكمله القطعه الاولانيه اللي هي تكمله القطعه اللي فوق الدور اللي هي دي كده. عكسناهم كلهم ايه؟ عكسناهم كلهم في الاتجاه الثاني، عكسناهم كلهم الناحيه الثانيه كده. الرياكشن مسكته كده وانت عكسه الناحيه الثانيه كده عشان يبقى ايه؟ يبقى قافل معايا، يبقى قافل معايا الرسم، يبقى يجي كده كل الرياكشن اللي انا جبته كده ايه؟ دولت كده العكس الناحيه الثانيه كده. الرياكشنز اللي انا جبتهم ايه؟ عكسناهم عشان خاطر لما يقفلوا مع بعض كده بالمنظر دوت طب انا قفلت الدور والانترنال فورسز اللي انا كنت جايبها نتيجه القطع ترجع بزيرو. طب بالنسبه للي تحت الدور، اللي تحت الدور هيفضلوا زي ما هم لان انا ما عكستش القطعه، القطعه لسه في نفس ايه؟ لسه تحت الدور زي ما هي كده. فانت الرياكشنز اللي انت كنت جايبهم الاساسيين اللي هم كانوا دول، اللي هم كانوا اللي تحت دول كده واللي فوق اللي هم دول كده، دول الرياكشنز اللي انت جبتهم من القطعتين. طب ايه الباقي بقى اللي في النص دول؟ الباقي اللي في النص دول هجيبهم ازاي سيادتك؟ هو انا ممكن افصل عند كل مفصله لوحدها، يعني عند كل عند ال 1.87 دي. ايوه فاهم. ما انت في الاخر المنظر بالنسبه لك، المنظر بالنسبه لك عباره عن ايه؟ المنظر بالنسبه لك عباره عن ان انت تيجي سيادتك
كده بالمنظر ده لو جبنا برنامج الرسام كده، تمام. منظر بالنسبة لك عبارة عن ان انت عايز الحتة دي بس كده، معاك الحتة دي كده، الحتة دي اللي انت شغال عليها، تمام. انت جاي عارف مين؟ انت جاي عارف دول، انت جاي عارف دول كل اللي هم اللي بالاحمر دول، تمام. اللي بالاحمر دول اللي هم مين سيادتك؟ اللي بالاحمر دول ان ده كان عندك كان اتش واحد وده كان واي واحد وده كان اتش خمسة وده واي تلاتة. لو جبت اي عيل صغير في اولى مدني قلت له خد دي حلها لي، هيعمل ايه؟ هيقف هنا ياخد سيجما الاكس، تمام، طرح الاثنين دولت مع الفرص اللي هي دي كده يجيب الفرص الهورزونت، وسيجما الواي عشان يجيب الفرص الفيرتك. هو يا طب باشمهندس وهنعمل ايه بعد؟ البي دي اف اللي مفتوح، البي دي اف مش مش باين، مش ظاهر عندك، مش ظاهر عندك الحته اللي انا عملتها دي. لا بس ما كانش، لا ما فيش حاجه ظهرت يا باشمهندس، مفيش حاجه ظهرت. طب استنى كده اقول لك، انا عايزين نعمل ايه؟ عايزين نعمل ايه يا ربي؟ يا سيدي هات الصورة دي كده، هات الصورة دي حطها في البي دي اف عشان اختلف يعني. الصورة دي ظاهرة قدامك كده؟ اه تمام. ظاهرة قدامك الصورة دي كده؟ شايف الصورة دي؟ الصورة دي كده اللي هي الحتة دي كده، اللي هي الحتة اللي أنا خدتها على جنب دي، اللي هي دي ظهرها لك كده؟ تمام يعني. اه تمام. تمام يعني. طيب اهي دي قدامك اهي. عملنا ايه هنا؟ عملت ايه؟ شايف انت الحتة دي كده؟ اهي جبتها على جنب اهي. هنعمل ايه؟ معايا اتش واحد وواي واحد واتش خمسة وواي تلاتة، صح كده؟ تيجي تقول ايه؟ تيجي تقول هجيب سيجما اكس هنا سيادتك كده، نجيب الرياكشن ده، معاك الفورس دي والفورس الهوريزونتال ناقص الفورس دي، وتجيب سيجما الواي معاك واي واحد وواي تلاتة، هتجيب الرياكشن ناقص اللي هما الاتنين دول كده، والاتنين دولت هتعمل ايه وانت مكمل؟ هتعكسهم، تمام. تيجي على الجوينت التانية، الجوينت اللي في النص، معاك ايه؟ معاك ده وده، ومعاك الرياكشن الهوريزونتال اللي هما ال اتش ستة، ومعاك اتش اتنين. باقي لك مين؟ باقي لك تاخد سيجما الاكس تجيب الرياكشن ده، وسيجما الواي تبص بقى تلاقي الكلمه اللي انا قلتها لك فوق ان الشير ثابت. ما انت مش انت الرياكشن الداخلي ده عندك بزيرو، الرياكشن ده بزيرو، والرياكشن ده برضو كان بزيرو، فالشير اللي انت جبته في الكاميرا هنا هتلاقيه اوتوماتيك ايه؟ نفس القيمه للناحيه التانيه، لان الرياكشن اللي هو ده كده مفيش اي حاجه تانيه قصاده، لان الاتنين دول بصفار، فلازم ده يكون بيساوي ده. فاهم حاجة؟ تمام يا هندسة. تمام. طيب بعد كده هتعمل ايه؟ هتكمل برضو نفس التكمل، جاي برضو معاك الرياكشنين دول اللي انت عكستهم، وده بزيرو وده بزيرو، فهتلاقي عندك ايه؟ فهتلاقي عندك ان برضو الرياكشن الفيرتيكال ده بيساوي الرياكشن الفيرتيكال دوت، وهتاخد سيجما الاكس التلات رياكشنات دولت تجيب الرياكشن اللي ناقصك اللي هو الهورزونتال اللي هو ده. ولازم طبعا مش محتاج ان انا اقول لك، لما تيجي وانت بتقفل الرسمه لازم البوينت 3 زائد البوينت 9 اللي هي الاتش 4 ناقص الاتش 8 يكون سيجما الاكس عندك بيساوي 0، يبقى انت كده في السليم وحليت صح. ولازم طبعا الواحد و6 زائد الواحد و4 عندك يكونوا بيساوي 3 عشان سيجما الواي تكون قافله معاك وتكون حللت صح.
يعني انت اوتوماتيك لو عكيت في النص هتلاقيها ما قفلتش معاك، فاهم؟ فاهم ولا ايه؟ تمام. طبعا لو عايز ارسم بقى النورمال والشير والبندنج والقصص دي، فاهم؟ لو عايز ارسم النورمال على البيم الواحد وتمانية، بعد كده عندك الواحد بوينت زيرو تمانية خمسة، بعد كده عندك البوينت ثري، ده النورم في البيم. النورمال في الكولومز تحت تلاتة وفوق واحد وستة. النورمال في الأعمدة الداخلية بصفار، بعد كده برضو نفس الكلام تلاتة وفوق واحد وستة، ده النورمال في الكول. فلو عايز ترسم رسمة نورمال، رسمة شير، رسمة بيندنج، اجيبها ازاي؟ هتضرب كل فورس من دولت في نص الارتفاع الدور، هتلاقي عندك المنظر بالمنظر ده كده. طب البيم، البيم عندك هتلاقيها عاملة كده، نص كده ونص كده، زي ما انا رسمتها لك كده من شوية كده فوق خالص، زي ما انا جيت كده جيت من شوية كده ورسمت لك الشكل الجميل اللي هو ده كده، اللي هو الشكل ده. تمام. شغل شغل ستراكشر يعني، فاهم؟ رياكشن في المسافة، ما فيش في اي، فاهم؟ ما فيش في اي ابداع. ده عشان لو طلب منك بعد ما السترينج اكشن في الدور طلب منك مثلا رسمة البيندنج مومنت على الدور. اي حد عنده مشكلة في الكلام ده؟ لا تمام يا ناس. طيب امسك لي بقى الفريم ده، عايزين نوصل للدور ده بالكانتليفر. هنعمل ايه مبدئيا كده عشان اوصل للدور ده بالكانتليفر؟ لازم اقطع القطعه بتاعه الدور ده الدور الاخير، وبعد كده نكرر نفس القطعه تاني الدور قبل الاخير اللي هي دي كده، عشان اجيب الرياكشنز دول الاول، وبعد كده ارجع تاني اجيب الرياكشنز بتاع الدور ده، عشان نعمل نفس الحركه اللي احنا عملناها من شويه، اللي هي ايه؟ اللي هي ان انا عايز ارسم المومنت على الدور مثلا دوت، فلازم المومنت بتاعي هيبقى حتتين، رياكشن من الدور اللي فوق اللي هو هيبقوا دول كده، ورياكشنز من النص اللي تحت الدور اللي هم هيبقوا دول. عشان ارسم المومنت على الدور. وطبعا البيم نفس الكلام. طيب اول قطعة اللي هي القطعة الاولانية اللي هي دي كده سيادتك، هنعمل بيها ايه؟ هنقطع كده وناخد الفريم ده بقى بأعمدته كده نتفاهم معاه. الفريم ده بأعمدته، تمام؟ هتعمل ايه سيادتك؟ هتعمل ايه اول حاجة بنعملها؟ بنعمل ايه؟ عايز اجيب مين؟ سجل فريم. ربنا ييسر لي الامور. ييسر لي الامور ازاي؟ العمود ده كان زي التاني والخارجي زي الخارجي، ومسافاتي كلها واحدة، الاتنين اللي بره زي بعض. فانت عندك الفريم هيطلع ايه؟ سي جي بتاعه يعني في اوتوماتيك كده من غير ما افكر فين؟ في النص. لو جيت حسبتها هتطلع ايه؟ هتطلع المسافة عندك الاكس بار بتساوي 9.5، لو عايز تحسبها يعني. امتى كنت افكر احسب؟ لو ما كانش حد عنده كونسبت كده؟ لو كانت المسافة مثلا دي 6 ودي مثلا 5، او لو كان قطاع العمود ده غير التاني غير الداخلي دوت او الخارجي يعني، واتيفر، اي حاجة فيها اختلاف، فاهم؟ كنت ابتدي احسب سي جي الفريم كان ممكن يجي فين؟ يجي مطرح ما يجي بقى، جه هنا، جه هنا الناحية التانية، جه هنا،
كان هيفرق معايا في ايه؟ كان هيفرق معايا في الرياكشن. كل الرياكشنز اللي على شمال سجل فريم كلهم لازم يبقوا ايه؟ لازم يبقوا تنشن، لازم يبقوا نازلين. وكل اللي على يمين سجل فريم لازم يبقوا ايه؟ لازم يبقوا كومبريشن، عشان يقاوموا لك ايه سيادتك؟ عشان يقاوموا لك المومنت اللي جاي لك من الفورس في المسافة دي، في نص الدور الفورس في المسافة دي كده. ده بيلف كلوك وايز، فالرياكشنز لازم تبقى ايه؟ تبقى حوالين سجل فريم انتي كلوك وايز، وات ايفر سجل فريم موجود فين. تمام؟ حد عنده مشكلة في الكلام ده يا رجالة؟ تمام يا فندم. طيب بص بقى اللقطة التانية دي كده. اللقطة التانية بقى ان انا هعمل ايه؟ اول حاجة زي ما قلنا هنجيب المومنت. تمام؟ المومنت اللي هو عبارة عن الفورس في نص ارتفاع الدور. الاكس بار عندك هتبقى 6 زائد 3 ونص زي ما احنا قلنا. لو حسبتها اضرب كل اريا في مسافتها من الديطم على سيجما الاريا هتطلع برضو 9 ونص. تمام؟ يعني القانون ده احنا جبناه اوتوماتيك كده عشان خاطر ايه؟ نتيجة السيمتري. الاي هعمل ايه؟ عايز احسب الاي دلوقتي. الاي قلنا كل اريا كولوم في مسافتها، المسافة الأولانية دي هتبقى 9.5 ودي 3.5 ودي 3.5 ودي 9.5. العمود الأولاني ربع 60 يعني 0.15، 9.5 سكوير. عندك ده زي التاني زي دوت زي سي 4. تمام كده؟ فتضربه في 2، تضرب دي في 2. تمام؟ وعندك الكولوم الداخلي ربع ال 80 اللي هي 0.2. تمام؟ في 3.5 تربيع اللي هي سي 2، وطبعا سي 2 زي سي 3 فضربت الكلام في 2. كده جبت المومنت وكده جبت الاول. هو معلش يا هندسه ال 0.2 دي جت ازاي؟ ال 0.2 اللي هي قريه الكولوم ال 80 0.25 في 0.8. ايوه تمام. ربع ال 80 يعني، وديت ربع ال 60 اللي هي 0.15. تمام. دي اريا واحد ودي اريا اتنين. تمام كده؟ ودي سي واحد ودي سي اتنين. تمام؟ طيب بعد كده عايز اعمل ايه بقى؟ انا كده جبت المومنت وجبت الاي والسي جاهزه معايا، اقدر اعوض في قانون الاستريس؟ اه نقدر نعوض في قانون الاستريس. فين قانون الاستريس بتاعي اللي انا كنت كاتبه لك من شويه كده فوق، اللي هو كان ايه؟ اللي هو كان ده سيادتك، اللي هو المومنت السي على الاي ده الاستريس. طب الرياكشن الواي نفسه عباره عن الاستريس في الاريا، المومنت في السي على الاي في اريا العمود. تمام؟ تمام. طيب بص كده عايزين نجيب الواي واحد. عايز اجيب الواي واحد دلوقتي اعمل ايه؟ هنضرب المومنت معايا ب 3.4 من 10 على الاي جبناها ب 31 في السي واحد اللي هي كانت بكام؟ ب 9.5، وفي اريت الكولوم واحد اللي هو 0.15. المومنت على الاي سي واحد في اريا كولوم واحد، جبت اول واي. وطبعا اول واي اوتوماتيك بتساوي مين عشان ما تعبش نفسي؟ سوايا 4 عشان نفس اريا الكولوم ونفس السي، بس دي نازله والتانيه دي نازله تنشن ودي طالعه كومبريشن. طب بالنسبه لواي 2 المومنت اللي هو 3.4 من 10 على الاي اللي هي 31 وشويه في سي 2 اللي هي ب 3.5 في اريا كولوم 2 اللي هي 0.2.
وثلاث ببوينت او صفر. تمام ده كده، دول كده، دول كده اللي انا هرسمهم لك، دول هما بس اللي انت جبتهم بالقانون، دول بس اللي اتجابوا بالقانون، الباقي كله، الباقي كله تزنجل. يعني ايه هعمل ايه هندسة؟ هعمل ايه؟ اقف كده، انا دلوقتي معايا تلات رياكشنات مجهولين، تمام، اللي هو ده وده وده. تمام تعالى كده نجيب كده الرسمة كده، دول بص كده، خليك معايا ثواني كده. بص كده هندسة، انا جاي مسألة كده ومفيش معايا غير ايه، مفيش معايا غير الرياكشن اليتيم اللي هو ده كده، اللي هو ده البوينت 1.5. هعمل ايه انا؟ اعمل ايه عشان اجيب الباقيين؟ اعمل ايه عشان اجيب الثلاثة الباقيين اللي انا مش عارفهم دول؟ حد عنده فكرة كده نعمل ايه؟ انا ممكن اخد سيجما الواي اجيب الواي. سيجما الواي، الله ينور عليك، ده مبدئيا هتجيب الرياكشن ده كده، هتجيب الرياكشن ده بالسيجما الواي، اجي كده اجيب اول رياكشن اللي هو ايه، اللي هو اليتيم ده. ليه؟ لان مفيش غيره فيرتيكال، اللي هو اللي هنا ده كده، اللي هو ده اول واحد اللي هو ده كده. تمام، طب عندي اتنين اكس مجهولين، اجيبهم ازاي؟ مومنت، خد سيجما المومنت هنا، اجيب الاكس دي، وسيجما الاكس هتجيب الاكس الثاني. وصلت؟ تمام هندسه. في حد مش فاهم كده؟ يبقى احنا ايه نمشي ازاي سيادتك؟ هتيجي مبدئيا كده هتاخد سيجما الواي، هيبقى عندك البوينت 15 قصادها بوينت 15 فيرتيكال. هيبقى عندك ايه؟ هيبقى عندك الرياكشن، الرياكشن الهورزونتال ده في المسافه، ناقص الرياكشن، الرياكشن الهورزونتال ده كده في المسافه اللي هي نص الاتش، اللي هي الاتش على الاثنين، اللي هي ايه؟ اللي هي نص ارتفاع الدور. تمام؟ بيساوي الواي او الواي اللي انت جبتها في نص الاسبان. وطبعا دي على الخط اللي انت خدت فيه الفورس، فايه؟ فمش هتسمع لك بموم. تمام، هتجيب الرياكشن الهوريزونتال يطلع ببوينت 225، تيجي الواحد وسبعه تطرح منها البوينت 225، تجيب الرياكشن اللي هو النورمال اللي ماشي جوه البيم، اللي هو الواحد بوينت 475. بعد كده تقوم عامل ايه؟ بعد كده تقوم عاكس الرياكشن، تجيب ده كان باصص شمال يبص يمين، وده كان طالع لفوق تنزله لتحت. هتيجي هنا برضه هتلاقي ايه؟ مش هتلاقي معاك غير البوينت 07. تمام، ده مجهول، بوينت 6 ده مجهول، والبوينت 2 مجهوله، ودول مجهولين، الهوريزونتال دول مجهولين. هتعمل ايه؟ برضه اسهل حاجه تاخد سيجما الواي، معاك البوينت 15 والبوينت 07، يبقى ده بوينت 225 اللي هو الفيرتيكال. طب الهوريزونتال هتجيبه ازاي؟ هتعمل نفس الكونسبت تاني، هتيجي هنا تاخد سيجما المومنت، بس المره دي بقى هتلاقي معاك ايه؟ تلاقي معاك الرياكشن ده في المسافه دي كلها، ناقص الرياكشن المجهول اللي انت مش عارفه، اللي هو البوينت 6.1 في نص الدور، ناقص البوينت 07 في المسافه.
الاثنين دول بيلفوا مع بعض وده مطروح منه. يعني لو خدت دي بالموجب هتاخد دي معاها بالموجب، وده الوحيد هيبقى بالسالب المسافة. هتجيب الرياكشن الهورزونتال ده تمشي ازاي؟ هتاخد الواحد بوينت 4 ناقص البوينت 6 1 هيطلع لك البوينت 8 اللي هو اللي هنا الهورزونتال هنا، تعكسه الناحية التانية وتعكس الفيرتيكال اللي انت جبته الناحية التانية وهكذا. ماشي مكمل لحد ما توصل فين؟ لحد ما توصل لحد آخر الفريم. حد عنده مشكلة في الكلام اللي أنا قلته ده يا جماعة؟ تمام يا هندسة. طيب ديت كده، ديت هتعمل نفس الكلام تاني فين سيادتك؟ هتعمل نفس الكلام تاني بس بدل ما خدنا الدور انا عايز احل الدور الرابع. فهنعمل ايه سيادتك؟ فعايز اعمل ايه؟ عايز اعمل القطعه التانيه اللي هي مين؟ اللي هي دي كده. بس طبعا المومنت بتاعي دلوقتي كل اللي هيختلف في الحسبه هو المومنت. بدل ما كان 1.7 في اتش على الاثنين هيبقى عندك 1.7 في 1.5 الاتش زائد 2.56 في نص الاتش. الاي ثابته زي ما هي والسهاد ثابته زي ما هي. حد عنده مشكله في الكلام ده؟ يعني انا هندسه لازم احسب الادوار كلها عشان مثلا لو مثلا الدور الاخير يعني مثلا لو الدور انا بحل الارض. بالكانتليفر، لو انا بحل بالكانتليفر وعايز اوصل للدور ده لازم اقطع القطعات بتاعت كل الادوار اللي فوقيه. انما انا لو انا بحل بالبورتال اي دور انا عايزه هقطع مره فوق ومره تحت. ده هو بيشرط عليا في الامتحان يعني ان انا احل بطريقه معينه ولا زي ما هو عايز؟ طبعا لو قال لك مثلا عايز مثلا الدور الثاني، عايز الدور ده وسابها لك مفتوحه هتعمل ايه؟ تشتغل بورتال اكيد فاهم. انما لو طلب منك مثلا الدور قبل الاخير ده اللي هو ده وقال لك حله لي بالكانتليفر، يبقى اي حاجه هتعملها بالبورتال مش هتاخد عليها درجه لان هو عايزها بايه؟ بالكانتليفر. بس انا لو حليت لو انا جبناها لك بالكانتليفر يعني مش هاجي اقول لك حل لي اول دور بالكانتليفر يعني. انا مش هستفيد حاجه فاهم؟ كبيري هقول لك الدور الاخير يا الدور قبل الاخير. فاهم؟ هو لو الدور الاخير الشغل اللي انت هقطع حليته مره واحده بس بالبورتال. صح؟ ايه الدور لو الاخير؟ الدور طبعا الاخير. قطع مره. طب هو يا باشمهندس، هو انا في الكانتليفر لما بيبقى مثلا انا عايز اخد الدور الرابع فبقطع في الدور اللي قبله، طب الدور اللي قبله ده سمع معايا في ايه في الرابع؟ يعني انا ايه فايدة ان انا قطعت في الاول في اللي قبله وبعدين اقطع بقى في اللي انا عايزه؟ الدور الاخير اهو تمام. اوتوماتيك فاهم. الدور قبل الاخير هنعمل ايه؟ هنقطع القطعه الجميله بقى اللي انا لسه موريها لك دلوقتي اللي هي دي كده. لا انا اقصد ليه؟ يعني الدور الاخير سمع معايا في ايه في الدور اللي قبل الاخير في حته ايوه ما عشان انت، ايوه ما عشان انت حسبت الرياكشنات. مش انا حاسب الرياكشنات اللي هم دول؟ مش انا حاسب الرياكشنات اللي هم دول دلوقتي اللي هم دول تمام. اللي هم الرياكشنات دي اللي انا هعكسها عكسهم كمان شويه لما احل اللي انا عكسهم وانا جاي عليك. احل بقى الدور قبل الاخير اما اجي اكمل الرسمه بتاعتي هنعمل ايه؟ الرياكشنات اللي انا جبتهم دول هعمل فيهم ايه؟ هعكسهم. تمام. فانا مش هعرف احل الدور قبل الاخير غير لما اكون جبت الرياكشنات دي، والرياكشنات دي عشان اجيبها لازم اعمل اتزان جوينت. تمام. فاهم فكره الكانتيليفر ليه لازم تحل دور دور؟ الرياكشنات الهورزونتال ده عشان تجيبها لازم تعمل اتزان جوين، فانت لازم تمشي كده، لازم تمشي تاتا تاتا يعني، لازم تمشي دور دور عشان توصل. تمام. تمام سيادتك هتحل الدور قبل الاخير ده كده؟ الدور قبل الاخير ده سيادتك هتحله بالكانتليفر كده وتخلي حساباته على جنب. تمام. وانا كمان شويه كده هنزل لك PDF فيها الدور قبل الاخير كمان. تمام كده يعني ممكن اعمل ده كده بكل اللي احنا عملناه فيه كده ده نعمل له سيف از مثلا.
ستك تحل الدور ده وانا هرفع لك بي دي اف فيها الدور ده كمان. تمام احنا عشان دلوقتي حل لحد الدور الاخير، هرفع لك الدور قبل الاخير كمان واحله. تمام تمام. حد عنده مشكله الكلام ده؟ باشمهندس هو احنا ده اول سيكشن لينا، والسيكشن اللي قبل كده المفروض ان هي اترفعت على الداشبورد بس هي مش بتفتح. مش عارف انت هتشوف ال، مش عارف هتشوف، انت شايف المايكروسوفت تيمز بتاعي دلوقتي ولا مش شايف غير الشاشه؟ انا شايف الشير سكرين بس البي دي اف يعني شايف ال. طب انا عايز اقفل الشير سكرين دي وافتح شير سكرين تاني يعني، بس انا مش عارف، مش عارف اغير ازاي والله يعني. انا بقى ايه بجتهد في القصه دي. عايز اقفل الشير سكرين، انا مش عارف اقفل الشير سكرين ازاي. وحضرتك افتح الميكروسوفت. طب شيرنج. بالظبط. طيب بص كده اقول لك انا الموضوع، عايز بقى شير سكرين. طب عايز اشير سكرين ازاي؟ طيب دي واحدة. بص كده انت دلوقتي شايف المايكروسوفت تيمز بتاعي صح كده؟ طيب بص كده هتلاقيني كده رافع تلات لينكات اللي هم دول كده صح؟ شايف التلات لينكات دول؟ تمام. التلات لينكات دول فيهم واحد فيهم الفيديو بتاع السكشن الاولاني. تمام. والفيديو والاثنين التانيين هتلاقيهم عبارة عن البي دي اف اللي هم بتوع السكشن ده، السكشن الاولين يعني. هو يعتبر خدنا هو سكشن واحد والبي دي اف عليه. واحد فيه الكود وواحد فيه الاكزامبل بي دي اف نفسه اللي انا اشتغلت عليه. تمام. يعني لينك واحد فيديو وفي بي دي اف الاكزامبل وفي بي دي اف كود الاحمال اللي احنا اشتغلنا منه الوين. تمام. يبقى احنا كده مش فايتنا حاجه. ده السكشن الاولاني. السكشن الثاني انت حضرت معايا الاسبوع اللي فات ولا ما حضرتش؟ لا برضه ما عرفتش. ما احنا ما كناش نعرف هندسه. ما كناش نعرف. خلاص يا هندسه اسجله وارفعه لكم. تمام يا ريت الهندسه تسجل. يبقى انت كده مش فايتك اي حاجه في الحياه، فاهم؟ يبقى انت كده معاك كل حاجه وانت نايم في البيت، فمش مطالب سيادتك غير ان انت تذاكر. ولو عندك اسئله لما نتقابل بقى ان شاء الله لما اجي الكليه الاسبوع الجاي ان شاء الله لو ربنا كتب لنا عمر. تمام يا هندسه ان شاء الله. تمام تمام. ولو حد عنده اي اسئله ابعت لي هنا على التيمز، ابعت لي في التشات يعني، فاهم؟ وارد عليكم، ما عنديش مشكله خالص. تمام تمام. ماشي يا هندسه، محتاجين انتوا اي حاجه؟ شكرا. ماشي يا هندسه، اشوفكم على خير ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين. ماشي يا هندسه، السلام عليكم، مع السلامه.